متابعون الكرام يا المستمعون الافاضل، اشواطنا تتوالى في هذه اللحظات. ينطلق شوطنا الحادي عشر الخاصة بالبكار المفاريد، وهذه الاسماء المميزة ضمن منافسات السباق الصيفي الخاص بالمفاريد في نسخته الاولى، والسباق التمهيدي الخامس ضمن هذه المنافسة وضمن هذا السباق الصيفي. ينطلق شوطنا الخاص بالبكار الشوط الحادي عشر، 2 كيلومترات الرحلة المصاحبة لهذا الظلال الأصايل. مقدمة الشوط المركز الأول نتابع صيت وشعار صيت الزعبي في هذه اللحظات، حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على المركز الأول يقدم لنا صيت، بينما المركز الثاني الحاضر مثايل عرار بن شبيب بن عرار الرمزان النعيمي يقدم لنا اسم مميز ويقدم لنا مثايل، بينما المركز الثالث الحاضر شرايين هادف بن علي بن سالم العذبة المري يقدم لنا حضور شرايين. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الاسم القادم الحاضر رعود سالم بن حمد بن عبد الله بن اشعال يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس من الجانب الايمن الحاضرة بشكلها المميز تنطلق ما شاء الله تبارك الرحمن صبايا صبا يا صبا راشد بن محمد بن انداله، ولكن الزعبي على المركز الاول. الله يا صيت صيت يا صيت يا صيت يحضر بشعارها المميز والشعار الحريق ما شاء الله تبارك الرحمن حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على المركز الاول، ولكن دير لبالك ارى اسم الخطير اسم له انجازاته الحاضر شرايين في هذه اللحظات هادف بن علي العذبة، ايضا ميعاد اول نداء لميعاد مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، ولكن الله غادر الزعبي روح الى المركز الاول، غادر الى الناموس المميز الذي اعتاد عليه هذا الشعار المميز هذا الشعار الاسطوري الزعبي. صيت 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 ما شاء الله تبارك الرحمن حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي بطل بطل هذا الشوط، والتوقيت يتحطم. الله 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 بطل بطل الزعبي بطل ما شاء الله تبارك الرحمن حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي مع صيت، والتوقيت يتحطم في هذه اللحظات. تهانينا والف مبروك المركز الثاني ميعاد مبارك بن راشد بن جليميد الهاجري، المركز الثالث شعار المركز الثالث المركز الثالث شعار مثايل عرار بن شبيب النعيم، المركز الرابع شعار شرايين هادف بن علي العذبة، المركز الخامس شعار صبا لراشد بن محمد بن انديلة. ما شاء الله على صيت ما شاء الله تبارك الرحمن يا أرض احفظي ما عليك، هذا الأداء المميز وهذا الشكل المميز، والتوقيت يغادر مع شعار الزعبي. تهانينا يا حمد يا بن عبد الله يا بن راشد يا الزعبي. 2:54 35 جزءا من الثانية بطلت هذا الشوط صيت. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني ميعاد المبارك بن راشد بن جليميد الهاجري 2:55 31 جزءا من الثانية. المركز الثالث نفس الثانية ولكن باختلاف الأجزاء 2:55 33 جزءا من الثانية، اللي هي شعار مثايل عرار بن شبيب النعيمي. تاني نور مبروك لك يا راعي صيت حمد بن عبد الله بن راشد.